سيارة وزير الدفاع الوطني السيد حنان والسيد رفقة قيد الأركان العامة للجيوش المساعد اللواء حبيب الله أحمد من أجل الإشراف على اختتام تمرين فخر الجيوش المنظم من قبل قيادة القوات الخاصة في ضواحي مدينة بيكة. وفي المقر الميداني لقيادة التمرين تلقى وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له عرضا مفصلا حول أهداف وطبيعة التمرين. وبعد نهاية العرض استعرض السيد الوزير رفقة قيد الأركان العامة للجيوش المساعد وحدات من القوات الخاصة المشاركة في تدريبات أدت لهما تحية الشرف. وعلى الميدان وفي فضاء صحراوي مفتوح شهد وزير الدفاع الوطني رفقة قيد الأركان المساعد وقائد القوات الخاصة اللواء محمد الشيخ بيدة عملية تدمير عنصر معادي من خلال أسلوب الكمين، حيث نجحت القوات الخاصة في تدمير آليات العنصر والسيطرة على أفراده. ويهدف هذا التمرين إلى التدرب على إنشاء مراكز قيادة ميدانية واكتساب مهارات البقاء في الصحراء وتطوير المعارف والخبرات الخاصة باستخدام المعدات والوسائل. خلال تنفيذ تمرين فخر الجيوش تدربت القوات الخاصة على الرفع من مستوى التخطيط وقيادة العمليات الخاصة، وخلال هذا التمرين تم تنفيذ جملة من العمليات تتمثل في اعتراض والكمين وتحرير الرهائن. كما تسعى المناورات إلى زيادة قدرة الجنود على التحمل ومواجهة أقصى الظروف. ما يميز هذا التمرين عن باقي التمارين والمناورات الأخرى هو أنه شمل جميع المهام التي يمكن أن تسند لأي وحدة خاصة، وقد تم تنفيذ هذه المهام بجدارة وبراعة واحترافية. الشيء الذي يؤكد أن القوات الخاصة تعتبر قوات نخبة أو نخبة النخبة. وتم خلال هذه المناورات تدريب الوحدات المشاركة على مختلف أساليب القتال ووضعيات الاشتباك وتنفيذ المهام الخاصة. بالإضافة إلى المهام القتالية تدربت القوات الخاصة على استخدام الموارد الطبيعية كمصدر لبقاء المقاتل على قيد الحياة في مختلف الميادين الصعبة ذات الطبيعة الصحراوية. وعلى هامش هذه المناورات قدمت وحدات القوات الخاصة مجموعة من الخدمات الصحية الإنسانية لصالح سكان بيكة، عكست الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في مساعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم في مختلف الظروف. في إطار التمارين العسكرية التي تقوم بها القوات الخاصة في منطقة تقانت أجرينا في البعثة الطبية العديد من الاستشارات الطبية الميدانية لسكان القرى الجولانية هم الكوز القريقة القيروانية بلانزا البطيحة شفارة المشرع الخط تجرجة تندملت. كما قمنا باستشارة طبية في المركز الوطني لتكوين المقاوير حيث استفاد منها ما يقارب 400. عكست هذه المناورات التي شملت التدريب على أنواع فنون القتال قدرة القوات المسلحة الوطنية وجاهزيتها للذود عن حياض الوطن وحمايته من أي خطر أو تهديد. الحسن دباب، قناة الموريتانية، ولاية تقانت.